السلام عليكم جميعا. الناس كل تسأل فينا وين وصلتوا وش عملتوا في حكاية ليزي وعلاش ترفضتوا وعلاش ترفض ملف الدكتور عبدتي في المكي. اليوم جانا الرد رغم أنه البارح في ليزي يعني رئيس ليزي البارح كرر في أكثر من مرة في الندوة الصحفية الرسمية أنه ما ثماش ملفات أسقطوها على البطاقة الثلاثة. اليوم تفاجأنا أنه تم إسقاط ملفنا لسببين تقريبا. ثم السبب الأول غياب البطاقة الثلاثة، وإحنا سبق أنه تحدثنا عن البطاقة الثلاثة لأنها مش موجودة، مع العلم أنه ليزي لو كانت عندها الإرادة كانت تقدر تحصل على البطاقة الثلاثة، لأن البطاقة الثلاثة المترشح يعني هو استوفى كل ما يقدر يعمل مش تحصل على البطاقة الثلاثة وعمل المطلب وحكينا فيه الموضوع هذا كم من مرة. ولكن ليزي كانت نجم بمراسلة معناها عادية هي كلجنة عليا لإدارة الانتخابات كانت تقدر تتواصل مع وزارة الداخلية أو المؤسسات المعنية وتطلب البطاقة الثلاثة. ولكن بالشكل هذا لو ترفض ملف على عدم وجود بطاقة الثلاثة إيش معناها؟ معناها ما هيش هي اللجنة المعنية بالإدارة الانتخابات، يعني ثم مؤسسات أخرى في الدولة هي تقرر من يكون مترشح ومن لا يكون مترشح، مع العلم أنه المؤسسة تعطي البطاقة الثلاثة هي إدارة وليزي هي إدارة، ورئيس الإدارة التونسية حسب الدستور الجديد اللي خطه السيد قيس سعيد بديه رئيس الإدارة التونسية هو رئيس الدولة، يعني رئيس الدولة اليوم هو رئيس الإدارة التونسية وهو مترشح للانتخابات الرئيسية وهو منافس وعنده إدارة من الإدارات اللي هو يرأسها تقرر من تعطيه بطاقة ثلاثة ومن ما تعطيهش بطاقة ثلاثة. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو تزكيات، قالوا لنا عندكم نقص في التزكيات، مع العلم أنه قدمنا 17200 تزكية وفاهم 11 دائرة، يعني تقريبا عندنا 10 دوائر فوق هزينة الليزي فوق تقريبا 650 تزكية كلهم ما بين المرة الأولى وما بين المرة الثانية كي طلبوا منا أن نضيفوا أضفنا 2600 تزكية، يعني المجموع هزينة لهم 17222 تزكية بالضبط. ولكن تم إلغاء عديد التزكيات نسبة معناها كبيرة على الأخر تم إلغائها، ما نعرفوش علاش، ما جاناش تقرير مفصل كما جانا المرة اللي فاتت، مازلنا ما نعرفوش علاش. المهم الأصل فيه احنا التزكيات هذوما يتم مراجعتهم، نكونوا يعني إذا كان هما باش يراجعوهم ويلغي هذا وما يلغيش هذا، الأصل فيه نكونوا حاضرين احنا أو تكون ثم مؤسسات حاضرة معنية باش تكون شاهدة وتعاون في مسألة الفرز. المهم نحن وثم سبب آخر هو عدم التطابق. شو معناه عدم التطابق؟ يعني أنت هزيت 17200 اللي كتبها أنت 17000 واحد هما كيحسبوه يلقاه 17002، إذا ماهوش متطابقين. ولو هذه مسألة شكلية كيفاش حسبوا هما؟ لعل هما الغالطين في الحساب، حتى كان احنا غالطين في الحساب هذا عدم التطابق هذه مسألة شكلية لا تلغي التزكية في حد ذاتها لأن كلها ورقات والأصل فيه نكونوا حاضرين عليها. المهم احنا شكلنا فريق قانوني مجموعة من المحامين وسنتوجه إلى القضاء الإداري وسنتوجه إلى القضاء وسنطالب بحقنا. في تونس ما ثماش مواطن عنده حقوق أكثر من مواطن، حق الترشح هذا يكفلوا معناها القانون ويكفلوا الدستور وتكفلوا البلاد ويكفلوا العرف وتكفلوا الأخلاق لكل مواطن تونسي، والإقصاء هذا معناها حاجة يلزمنا نتصدوا لها الناس الكل. نحن سنتوجه للقضاء ونتمنى أن القضاء معناها ينصفنا، وهذا حق، والحقوق احيانا الاصل فيه الحقوق تكون تكتسب طبيعين ولكن احيانا الحقوق تفتك. نحن سناخذ بجميع الاسباب وسنواصل هذه المعركه الحقوقيه والقانونيه، ونذكركم ديما ان القائمه اللي نزلت البارح هي قائمه اوليه واحنا باش ندخلوا تو فتره الطعن وستكون القائمه النهائيه، ونتمنى ان نكونوا موجودين في القائمه النهائيه بعد اسبوعين او ثلاثه. والسلام عليكم.